سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. هم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان. وهم الذين ملا الإله قلوبهم بوداده ومحبات الرحمن. وهم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان. يتقربون إلى المالك بفعلهم طاعته والترك للعصيان. فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤيات التقصير والنقصان. صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحساني. نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنات وأماني. شكروا الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان. صحبوا التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن. عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان. نصحوا الخالقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان. صحبوا الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوق. عزفوا القلوب عن الشواغل كلها قد فرغوها من سوى الرحمن.